لسه مكملين طبعا معانا رامي ربيعه ومؤمن زكريا نجوم النادي الاهلي، وعملوا مباراه يمكن كبيره جدا النهارده. رامي مبروك على الفوز ومبروك على ادائك، كان رائع جدا. الحمد لله والله، مش ادائي بس، يعني اللعيبه كلها كانوا على قد المسؤوليه وكنا مركزين جدا الماتش ده. يعني حطينا نفسنا في موقف محرج في القاهره، يعني الحمد لله يعني كنا مركزين من واحنا هناك، كلامنا مع بعض، تركيزنا كلنا كان على فكر واحد ان احنا نيجي نكسب هنا. يعني مش مضمونه طبعا، بس يعني كمان دخل في الجون اول ما بدات المباراه، فكنا مركزين جدا ان احنا ما نضيعش بقى فرصه. يعني كل واحد كان بيطلع كل اللي عنده، حتى اللعيبه اللي بره كلنا مع بعض وكلنا بنتكلم مع بعض، فالحمد لله عدت على خير الحمد لله. كلامكم ايه يعني؟ كنتوا بتقولوا ايه لبعض؟ لا دي يعني الكلام كله يعني لا، لازم نركز، لازم نحافظ على ان ما يدخلش فينا جون تاني، فالحمد لله قدرنا كل واحد يعمل اللي عليه، والحمد لله الهدفين يعني جم في وقتها كويس. يعني مؤمن ببارك لك طبعا، فوز كبير النهارده واداء كويس جدا في الشوط الاول بالنسبه لك لحد ما طلعت مع بدايه الشوط. اول الحمد لله، يعني اداء الفرقه عامه كلها بالناس اللي لعبت بالناس اللي بره، كان روح الفرقه كلها كويسه، ان اهم حاجه المكسب، ودي حاجه كويسه ان انت بتكسب خارج ملعبك. زي ما رامي كان بيقول ان هو كان ماتش صعب، وكمان دخل فيه الجون اول ضربه جزاء، فده بيبقى صعب ليك، بس الحمد لله اتمسكت ولعبت، واهم حاجه ركزت ان انت تجيب الجون الاولاني، ده كان حاجه كويسه. وبعد كده فكرت في المكسب، والحمد لله يعني ربنا يكرمنا في خلاص، انت قربت عندك قبل النهائي هانت، يعني ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله. انت عارف اعتقد بقالك كام يوم ان انت هتبدا المباراه، جهزت نفسك نفسيا ازاي للماتش المهم زي ده؟ لا انا مجهز نفسيا من اول الماتش الاولاني، يعني انا كان في ذهني ان انا كنت مركز ان انا ماتش تاني ان شاء الله ابقى متواجد فيه، لان انا كنت عندي اصابه فكنتش اقدر اشارك في الماتش الاولاني، فكنت مجهز نفسي على الماتش التاني، والحمد لله يعني شوط كويس، ان انا كنت بقالي فتره بعيد عن المباريات وكده، الحمد لله يعني طلعت كل حاجه عندي، وكان طالبها مني كابتن حسام، وكمان نزل اجاي ادى وجاب جون، الحمد لله ربنا يكرم بس في اللي جاي باذن الله. ناقص لك بطوله افريقيا انت مع النادي الاهلي. اه دي الحاجه الوحيده ان شاء الله باذن الله هسعى ان انا اخدها، وبحققت كل حاجه مع النادي الاهلي، يعني يا رب ان شاء الله تتم على خير باذن الله. ان شاء الله حبيبي يا رامي، ان شاء الله بطوله مهمه، وان شاء الله في طريقنا ان احنا ناخدها ان شاء الله. والله يعني بص، يعني نفكر كل ماتش بماتش، يعني نركز بقى، دي مرحله تتقفل، ركز في المرحله الجايه ان شاء الله. يعني طبعا بحب اقول لك برضو الف سلام على سعد سمير، طبعا افتقدناه النهارده في المباراه بصراحه، راجل من العمد الاساسي احنا بنحتاجه، يعني ان شاء الله يرجع لنا بسرعه وبالسلامه ان شاء الله. يعني بصراحه يعني الاهلي زي ما قلت لك مؤمن، يلعب اي حد، يلعب سين، يلعب صدم، يقعد بره، مش فارقه معانا، يعني الحمد لله اللعيبه كلها رجاله، اللعيبه كلها مركزه جدا ان هم يعملوا حاجه للجمهور وليهم، فربنا يكرم ان شاء الله تبقى حاجه لينا، الحمد لله تبقى بطوله لينا، بالنسبه لنا تبقى الثالثه ان شاء الله. كلامك انت ونجيب قبل المباراه كان ايه؟ انتوا اديتوا اداء رائع جدا النهارده دفاعيا، اتكلمتوا مع بعض قلتوا ايه؟ لا انا ونجيب وسعد، يعني سعد اتكلم معانا، اتكلم طبعا انت ونجيب عشان انتوا لعبتوا، بقول لك قبل المباراه كان سعد معانا بيتكلم معانا، بيتكلم على لان هو كان عنده تجربه برده هناك في القاهره، بيتكلم معانا في الموضوع ازاي اتحرك، ازاي بنقف مع بعض، ازاي نقفل، فكل الامور دي الحمد لله قدرنا نفهم بعض وفي الملعب، وقدرنا نتكلم مع بعض اهو الحمد لله. وده كروني كان هيموت في الموضوع جوه عمال يعيط وبتاع، بس الحمد لله دعواتكم ان شاء الله.